من الأحاديث المنتشرة عند الناس وهي لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قول النظافة من الإيمان، وهذا ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث المنتشرة عند الناس قولهم الساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا ما له أصل ولا يثبت عن النبي. كذلك من الأحاديث المنتشرة عند الناس قولهم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، هذا منكر ضعيف لا يثبت عن النبي. كذلك من الأحاديث المنتشرة قولهم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث المنتشرة قولهم الجنة تحت أقدام الأمهات، يقول الألباني هذا لا أصل له بل موضوع ولا يثبت عن النبي. كذلك من الأحاديث المنتشرة قولهم أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا لا أصل له ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث المنتشرة عند الناس قولهم يخلق من الشبه 40، وهذا موضوع لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث المنتشرة الضعيفة قولهم اطلبوا العلم ولو بالصين، هذا ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث المنتشرة بين الناس قولهم حب الوطن من الإيمان، قال المحدث الألباني موضوع ولا يثبت عن النبي. كذلك من الأحاديث الضعيفة المنتشرة عند الناس قولهم اختلاف أمتي رحمة، وهذا باطل لا أصل له. كذلك من الأحاديث المنتشرة قولهم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، هذا لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث المنتشرة عند الناس قولهم إكرام الميت دفنه، وهذا موضوع لا أصل له. كذلك من الأحاديث المنتشرة بين الناس قولهم من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، هذا موضوع لا أصل له. كذلك من الأحاديث المنتشرة قولهم من حج البيت ولم يزرني فقد جثاني، وهذا موضوع لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث المنتشرة قولهم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث ضعيف لا يثبت. كذلك من الأحاديث المنتشرة قولهم من تعلم لغة قوم آمن مكرهم، قال الألباني لا أصل له. ومن الأحاديث المنتشرة قولهم أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا لا يعرف له إسناد ثابت وهو من الموضوعات.